أهلا وسهلا بكم الأوفياء، الإذاعة القريبة منكم متغادي، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سيداتي سادتي، الموعد اللي كتكون فيه فقرات منوعة جاية وجايبة معها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. فكنتمنوا إن شاء الله تكونوا كتستفدوا معنا في كل حلقة. اليوم من خلال أولى فقراتنا غادي نقوموا الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والأمنية ديالي إن شاء الله أنه كل الناس اللي كانوا طرحوا الأسئلة ديالو ميكرو في الاستماع باش يسمعوا الإجابات عليها. فاليوم إن شاء الله نجاوبوا على سؤال ديال حسين من مراكش، مريم من أرفود، هند من شيشة، وهناء من برشيد. فكنتمنى ان شاء الله كل هاد الناس يكونوا في الاستماع الحلقة ديال اليوم باش يسمعوا الاجابات كيف ما قلت على الاسئله اللي سبقوا طرحوها علينا. الفقره ديال البريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات من عند ام صفاء ووفاء، من عند ام العربي، ومن عند سهام. الكثير من الافكار ومن الاقتراحات ما تخليوهاش تفوتكم طبعا في الحلقه ديال اليوم، لانكم اكيد غادي تستافدوا منها. وكعاده كل يوم اثنين ام اسينات اللي هي متوجه شهر، فمازال معنا هذا الاسبوع كان طالب عند بزاف ديال الناس اللي ما سخوش بها، فبغاو مازال هذا الاسبوع يكون مع ام اسينات ان شاء الله وتفيدنا بافكارها واقتراحاتها. فان شاء الله غادي نتواصلوا معها في الحلقه ديال اليوم، هي وعدتنا بافكار واقتراحات وحيل كذلك اللي سهله وبسيطه وفي المتناول ديال كل واحد فينا. فان شاء الله اليوم نسمعوا الصوت ديال ام اسينات وكذلك تفيدنا بافكارها واقتراحاتها كيف معودتنا على مدى الشهر، وكيف ما قلت كان طلب ملح ديال بزاف ديال الناس اللي بغاو مازال المزيد من الافكار ومن الاقتراحات ديال ام اسينات. فان شاء الله اليوم غادي نتواصلوا معها على الهواء مباشره. في الجزء الثاني خلال الحلقة مرحبا بتواصلكم معنا، حتى انتم معلش لأسئلتكم أفكاركم واقتراحاتكم تقاسموها وتشاركوها معنا وفيدونا بها على الأرقام اللي هي دائما مفتوحة 05 22 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش الرقم 50 80، كتكتبوا كلمة ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم أو بالفكرة والاقتراح اللي عندكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 50 80. قبل ما غادي نمشوا الأولى فقرتنا غادي نبقاو مع جديد حاتم عمور. ورجعنا على ماد غاديو الإذاعة القريبة منكم وفي حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي مباشرة. الأولى فقرتنا غادي نبداو بأول سؤال كان ديال حسين من مراكش. حسين كان تواصل معنا وقال عنده وليدات فالطبليات ديالهم دائما كيتقاسوا بالصدى. المشكل هو عنده واحد النوع ديال الصدى في دوك الطبليات ديال الوليدات، ودوك الصدى هما اللي كيطلقوا الصدى بعد ما كيتصبنوا في الطبليات. فهنا كان كيسول حسين كيفاش غادي يتصرف. فالحل غادي يكون سهل بزاف حسين، فبالنسبه للطبليات ديال الوليدات اللي طلق فيهم الصدى الحل غادي يكون سهل وفعال، يعني النتيجه غادي تكون كيف ما بغيتي. فالمشروب الغازي ولا المناضه اللي كيكون اللون ديالها كحل، هذاك هي اللي غادي تاخذها واحد الكميه قليله تقريبا غير واحد ربع كاس صغير، غادي تاخذها وكديرها على دوك الاماكن اللي فيهم الصدى لي طاش او الطبايع ديال الصدى اللي عندك في الطبليات ديال الوليدات. عليها غير المده واحد مده قليله تقريبا ما غاديش توصل حتى الخمسه ديال الدقائق، وديك الساعه غادي تشوف على انه الطبعه ديال الصدى بدات كتحيد وما كيبقاش الاثار ديالها نهائيا. اذا باش غادي نحيدوا الصدى من الحوايج بالنسبه للحاله ديال الطبليات ديال الوداد ديال حسين، غادي يستعمل المناضه اولا المشروب الغازي اللي كيكون اللون ديالو اسود كحل، غياخذ واحد الكميه ديال ربع كاس صغير كيخويها على الاماكن كلها فين مقيوسين الطبليات بالصدى، كيتسنى واحد المده تقريبا تقدر توصل حتى الخمسه ديال الدقائق، وغادي يشوف على انه الصدى كيبدا كيختفي حتى ما كيبقاش الاثار ديالو نهائيا. فكنتمنى ان شاء الله حسين تكون غادي تجرب هذا الاقتراح وترجع تواصل معنا تقول لنا شنو كانت النتيجه. نمشيو هاد المره سؤال ثاني ديال مريم من ارفود. مريم قالت عندها إزار ديال العرس ديالها خلاته في بلاكار واحد المده طويله، الوقت اللي جات باش تاخذ داك الإزار لقات فيه طبايع ديال الصفوريه. فغالبا ما كنقولوا هذه كتكون مساله عاديه، خصوصا الناس اللي كيخليو الحوايج واحد المده في البلاكار التهويه ما كتكونش نهائيا. وهذه نصيحه طبعا كنقولها لكل الناس، ولو كاين حوايج اللي حنا ما كنلبسوهمش دائما على الاقل المساله ديال التهويه ومره مره كنجبدوهم كنشروهم في الاشعه ديال الشمس، راه هذه الطريقه يعني كتبقى احسن حاجه باش كنحميو الحوايج اللي عندنا في البلاكار مده طويله ما كيتقاسوش وما كيتطاشوش بهذوك الطبايع ديال الصفوريه. فهنا مريم الحاجة اللي غنقترحوا عليك هو خمارة ديال الحلوى مع شوية ديال الماء المدافي العادي ديال الروبيني، غتخلطيهم حتى يوليو على شكل بات على شكل عجينة، يعني غير كمية قليلة ديال الماء باش كتخلطي ديك الخمارة ديال الحلوى كتولي على شكل عجينة، كدهنيها على الطبايع ديال الصفورية وخلي ديك الخمارة ديال الحلوى ولا ديك العجينة، يعني الخمارة ديال الحلوى بعد ما خلطتيها مع الماء يعني ديريها على ديك الطبايع ديال الصفورية اللي عندك في ليزار وتسني حتى كتنشف، حتى كتنشف ديك الخمارة ديال الحلوى على ليزار، عاد ديك الساعة كتفركي بشوية ديال الماء
مع صابون الحجره. يعني غالبا هذه الطريقه راه كتكون فعاله وما كتخليش الطبايع اللي عندك في ليزار ديال الصفوريه كيبقاو. وكذلك نصيحه اخرى كنقول بالنسبه للناس اللي كيديروا على اساس ولا غرض انه الرائحه ديال الغموله ما تبقاش عندهم في البلاكار، كيستعملوا الورد، الخزامار، الريحان، بزاف ديال الانواع ديال الاعشاب اللي كتكون عطريه كيخليوها واحد المده. فكاين الناس اللي كيخليوها من الموسم حتى الموسم، يعني عام تقريبا من الشتاء حتى الشتاء ولا من الصيف حتى الصيف. فالوقت اللي كيجيو باش يشوفوا دوك الحوايج كيلقاو فيهم طبيعة ديال الصفوريه، ديك الصفوريه غالبا ما كتكون من ديك الاعشاب العطريه لانها حيه وكتفاعل فكتطلق داك اللون الاصفر. فالوقت اللي كنبغيو نديروا الورد او الخزامه ولا الريحان دائما من خلال برنامج سيداتي سادتي كنصحوك على انهم يكونوا معلقين في البلاكار، ما يكونوش بين الحوايج نهائيا، خصوصا اذا كانوا حوايج اللي الالوان ديالهم مفتوحه بويض او لا باج ولا بلون كاسي، فكيبان فيهم هاد العيب، يعني دوك الطاشات ديال الصفوريه كيبقاو باينين. لذلك ملي نبغيو نستعملوا هاد الاعشاب اللي كتطلق الريحه باش كنحيدوا الرائحه ديال الغموليه من البلاكار، من الاحسن نخليهم غير معلقين، يعني كنديروهم على شكل سريرات ولا كموسات صغار، وكنديروا لهم واحد الخيط من الفوق وكنعلقوهم في البلاكار غير في القناه ولا في الجناب ديالو، وما نديروهمش بين الحوايج نهائيا. كنقولها وكنعاودها باش كنتفاداو هذا المشكل. فمريم كيف ما قلت جربي خماره ديال الحلوه خلطيها مع قطيرات ديال الماء حتى كتولي على شكل عجينه، دهنيها على الطبايع ديال الصفوره او الصفوريه اللي عندك في ليزار، خلي ديك العجينه حتى كتنشف، وديك الساعه فركي دوك الطبايع غير فركه خفيفه بين يديك بشويه ديال الماء مع صابون الحجره. غادي نمشيو هذه المره لسؤال اخر كان ديال هند من شيشاوه. هند لما تواصلت معنا قالت عندها مشكل ديال الزرابي او الطابيات الصغار عندها في بيت نعاس فكيزلقوا، يعني قالت هي والزوج ديالها شحال من مره غير كيحفظهم الله. فهنا غنقول لك هند على انه المشكل ماشي في الزرابي وماشي في الطابيات اللي عندك في بيت النعاس، المشكل عندك في الارضيه، النوعيه ديال الزليج اللي عندكم في بيت النعاس هي اللي كتزلق. هذا الشيء علاش غادي ننصحك اما انت او طلبيها من الزوج ديالك، يعني اقرب نجار حداكم ديال الحومه او ديال الحي، فطلبي منه دوك النجاره، النجاره اللي عاده كيستعملها النجار ملي كيحك داك الخشب بواحد الاله، فكتكون ديك النجاره على شكل بحال خويتمات صغار، فغتاخدي واحد الكميه منها كتفرشيها تحت الطابيات عاد كتحطيهم، فهي غتكون مغطيه بهذوك الطابيات، فهي كتخليهم ثابتين ما كتزلقش نهائيا. اذا الحل عندك كيف ما قلت، لانه المشكل كاين في النوعيه ديال الارضيه، الزليج اللي كيكون كيزلق وكاين بزاف ديال الانواع ديال هاد الزليج. فهنا كيف ما قلت الحل اللي عندك هو النجاره اللي كتفرشيها تحت هذوك الطابيات، كتكون مدرقه لانه كنفرشوا غير واحد الكميه قليله منها حطوا الزربيه من الفوق، وهكذا غتشوفي لانه الزربيه كتبقى ثابته، وملي كتحطي رجلك فان شاء الله ما غيوقع حتى شي حاجه وما غتزلقيش لا انت ولا الزوج ديالك. غادي نمشيو هذه المره لسؤال اخر كذلك ديال هناء من برشيد. وهناء هي اللي كانت تواصلت معنا وقالت عندها وليد كيرعف بزاف في الشتاء في الصيف، دائما عنده هذا المشكل، فقالت هي مسبعلو عند الطبيب ولكن لحد الان يعني تحسن غير بدرجه قليله، الوليد دائما كيرعف، والمشكل اللي عند هناء في الحوايج. فقالت الحوايج ديال الوليد ملي كيرعف ما كيبغيش دوك الطبيعه ديال الدم يحيدو نهائيا، خاصها تصبن مره وجوج وثلاثه عاد الى شويه دوك الطبايع ما بقاوش كيبانوا. فهنا هنا اول حاجه النصيحه اللي ما خصكش ديري بها هو الحوايج اللي كيرعف فيهم الوليد وكيتقاسوا وكيطاشوا بالدم ما ترقديهمش في المسخون نهائيا، لانه للاسف هذه هي الطريقه اللي خاطئه ولكن شائعه عند بزاف ديال الامهات. لما الوليد او البنت كترعف مباشره كتفرك ديك الطبعه ولا كترقدها في المسخون، المسخون كيتبت ديك الطبعه في النسيج وما كتبقاش كتحيد نهائيا. فلذلك الوقت اللي الوليد كيرعف حيدي دوك الحوايج غير الماء ديال الروبيني مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، هو باش غادي تفركي دوك الطبايع ديال الرعاف ما كيبقاوش نهائيا. المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم شرنا شحال من مره، هو متوفر في المحلات التجاريه عند الصيدليات كذلك، والثمن ديالو في المتناول. غتاخدي واحد الملعقه كبيره من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، خلطيها مع شويه ديال الماء كتولي على شكل عجينه، ودهنيها على الطبايع يعني ديال الدم ولا ديال الرعاف لما الوليد عندك عنده هذا المشكل، وتسناي كذلك نفس الطريقه اللي كنا عطينا المستمعه الكريمه اللي هي مريم من ارفود مع الخماره ديال الحلوه. انت غديريها مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، كدهنيهم على دوك الطبايع وكتسناي حتى كتنشف عليهم ديك العجينه، وديك الساعه كتفركي غير بالماء العادي ديال الروبيني كنقولها ونعاودها ماشي المسخون مع صابون الحجره، وغتشوفي على انه الاثار ديال الدم ديال الرعاف ديال الوليد ما كيبقاش نهائيا. كانوا هادو
مجموعة ديال الأسئلة، وكنتمنى إن شاء الله كل الناس يكونوا سمعوا الإجابات على الأسئلة اللي سبق وطرحوها علينا في البرنامج. بعد لحظات غادي نمشيو لمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات من خلال فقرة بريكولاج من عند أم العربي، من عند أم صفاء ووفاء، وكذلك من عند سهام إن شاء الله. في الحلقة ديال اليوم غادي ندرجوا كل اقتراحاتهم وأفكارهم. فاصل إعلاني ورجع لكم، ما تمشيو. ورجعنا على مد غادي الإذاعة القريبة منكم، ودائما باش نوصلوا باقي الفقرات في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غادي نبداو بأول اقتراح اليوم من عند أم صفاء ووفاء. الاقتراح الأول ديال أم صفاء ووفاء كيقول بالنسبة للخشب، إلا كان عندنا في الدار وبزاف ديال الناس كيبقاو يسولوا على شنو هي أحسن طريقة للتلميع والتنظيف ديالو، أم صفاء ووفاء كتقترح علينا اليوم نستعملوا زوج ديال المعالق كبار من حبوب أتاي مع كاس ديال الماء طايب. كنخليو حبوب أتاي مرقدين في داك الماء اللي هو مغلي ولا ماء طايب حتى كيطلقوا دوك الحبوب ديال أتاي اللون ديالهم. من بعد كنصفيوهم، كناخذوا غير داك الماء اللي طلقوا فيه حبوب أتاي وكنمسحوا بهم الخشب، وكنرجعوا كنمسحوا بثوب آخر اللي كيكون ناشف. فكتقول أم صفاء ووفاء على أنه النتيجة هائلة، كنرجعوا لمعان الخشب وفي نفس الوقت حتى اللون ديالو كيولي غزال بزاف. إذا زوج معالق كبار من حبوب أتاي مع كاس كبير ديال الماء طايب، كنخليو دوك الحبوب ديال أتاي حتى كيطلقوا في الماء، من بعد كنصفيوهم كناخذوا داك الماء وكنمسحوا به الخشب، ولكن ضروري نرجعوا نمسحوا مره اخرى بثوب اخر اللي كيكون ناشف. نمشيو لاقتراح ثاني من عند ام صفاء ووفاء، دائما هي بعثات بثلاثه ديال الاقتراحات. الاقتراح الثاني كيقول بالنسبه للترموس ديال القهوه باش كنحيدوا من هذيك الرائحه اللي كتكون فيها. كتقول بزاف ديال السيدات ملي كيغسلوها شحال من مره وكيلقاو مازال فيها رائحه ديال القهوه كتقول واذا هي ما نقياش ولا ما نضيفاش. فهي كتنصحنا ام صفاء ووفاء بالنسبه للترموس ديال القهوه كنديروا فيها نص كاس صغير ديال الماء طايب مغلي مع عويه ديال القرفه ومع حباس ديال القرنفل، كنسدوها وكنخليو داك الماء مغلي مع العويه ديال القرفه مع الحباس ديال القرنفل المده ديال ربع ساعه 15 دقيقه. عاد ديك الساعه كنحلو الترموس وكنحيدو منها هذا الخليط وكنعاودو كنغسلوها. النتيجه على انه الرائحه ديال القهوه ما كتبقاش في الترموس نهائيا، وكتولي فيها واحد الرائحه اللي هي مزيانه وكتبان نقيه بزاف. كتقول ام صفاء ووفاء بالنسبه للترموس ديال الحليب كنديروا فيها كذلك المقدار ديال نص كاس صغير ديال الماء طايب ما مغلي، وكناخذوا واحد الطرف ديال التوب غير صغير نكونوا قطعناه مثلا على شكل مربع توب كيف ما كان ديال حياتي ولا كيف ما كان، كنديروا فيه المقدار ديال زوج معالق كبار ديال دقيق الفورس، كنسدوه على شكل صريره ولا كموسه وكنرميوه مع داك الماء طايب في الترموس ديال الحليب، وبنفس الطريقه كنسدوها المده ديال ربع ساعه. عاد ديك الساعه كنزولوا منها داك التوب اللي فيه دقيق الفورس مع الماء. فكتقول النتيجه على انه ديك الرائحه ولا الزفوليه ديال الحليب ما بقاش في الترموس نهائيا، كتقول جربوها وردوا عليا الخبر. اذا بالنسبه للترموس ديال القهوه كنديروا فيها الماء مغلي نص كاس صغير ما طايب مع عويه ديال القرفه ومع حباس ديال القرنفل، كنسدوها المده ديال ربع ساعه. عاد ديك الساعه كنحيدوا منها هذا الخليط وكنعاودوا نغسلوها. بالنسبه للترموس ديال الحليب كنديروا فيها نص كاس صغير ديال الماء طايب مع واحد الكموسه ولا صريره اللي فيها الدقيق ديال الفورس، وكنسدوها كذلك المده ديال ربع ساعه. وعاد ديك الساعه كنزولوا منها ديك الكموسه ديال دقيق الفورس مع الماء طايب وكنعاودوا كنغسلوها مره اخرى. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ام العربي. ام العربي كتقول لاختي عفاف بزاف ديال السيدات منهم الجارات ديالي دائما كيتشكاو على انه العجينه ولا داك الخبز ملي كيعجنوا ما كيخمرش دغيا وكيبقاو كيتسناو، خصوصا الا كان الزوج غادي يجي مثلا في الوقت او لكن عنده شي التزامات ولا ضياف مثلا غادي يجيو. فكتقول انا لقيت واحد الطريقه سهله بزاف، الوقت اللي كنكون كنوجد في الفطور والكوزينه مازال سخونه هو داك الوقت اللي كنعجن فيه. وكتقول على انه ديك الوصله أو اللاطه اللي غدير فيها ولا تقرص فيها الخبز كتخليها دائما قريبه للبوطه، ديك الحراره كتساعد العجينه باش كتخمر دغيا. اولا كاين اقتراح ثاني كذلك من عند ام العربي كتقول ممكن بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مثلا كوزينه غير صغيره فما يمكنش حدا البوطه غدا تحط ديك الوصله اولا اللاطه وهي كتقرص في الخبز، فكتقول بالنسبه لذاك الفران اللي السيده غطيب فيه الفران اللي غطيب فيه الخبز كتسخنوا على درجه حراره اللي كتكون عاليه، من بعد كطفيه وكتحط داك الخبز غير فوق الفران، فديك الحراره اللي كتبقى كتوصل لديك العجينه وكتخمر لنا الخبز دغيا وما كنبقاوش نتسناو بزاف. شكرا لك ام العربي على كل هاد الاقتراحات. نمشيو لاقتراح اخر هاد المره من عند سهام. وسهام دائما كنقول ما شاء الله عليها سخيه في الاقتراحات والافكار ديالها، بعثات اليوم كذلك بثلاثه ديال الاقتراحات غادي نرجوهم. اول اقتراح من عند سهام كتقول نصيحتي بالنسبه خصوصا للسيدات اللي كيكونوا مثلا هكذا في القرى وفي البوادي يعني في شي عروبيه وكيكون صعيب كتشهى ولا كتسمع مثلا شي وصفه اولا شهيوه كتبغي تجربها ولكن كتلقى شي حاجه في دوك الماء اللي غادي تحتاج ناقصاها. مثلا الا بغات تجرب شي شهيوه ديال المادلين فدوك يعني الا بغينا نقولوا داك القالب ديال المادلين ما غاديش يكون عندها. فاش كتقترح علينا سهام كتقول الوقت اللي كنستهلكوا العلب اولا دوك الحكاك ديال سمك الطون ما نرميوهمش، نحتفظوا بهم، كنشريو فقط غير دوك الكويخ
المحطات ديال المادلين كنحطوهم وسط داك العلب او الحكاك ديال سمك الطون بعد ما كنا غسلناهم ونشفناهم مزيان، وهكذا هما عندنا يعني على الشكل ديال القوالب او لا دوك الليمون الصغار اللي كنحضروا فيهم المادلين. فكتقول هذه طريقه مجربه بالنسبه للسيدات اللي ما كيتوفروش لهم، خصوصا الا كانوا في القرى والبوادي. نمشيو لاقتراح ثاني هذه المره من عند سهام دائما، كتقول نصيحتي اختي عفاف بالنسبه للناس اللي كيشريو البيض البلدي وكيكون بعد مرات بكميات كثيره، اولا كيخرجوا مثلا لشباديه ولا كيكونوا جايين في الطريق وكيلقاو حتى الثمن ديالو مناسب فكيبغيو يشريو كميات اللي كتكون كثيره. فهي كتنصحني الا بغينا البيض يبقى لنا مده طويله اطول مده ممكنه، الوقت اللي كنجيبو عندنا للدار يعني كنتقداو داك البيض، فكناخذوا الورق النشاف كنفزقوه بشويه ديال الزيت الروميه زيت المائده وكندوزوه على الوجه ديال البيض كامل من الفوق من التحت الجوانب كامله، يعني بحال كنمسحوا داك البيض. عاد ديك الساعه كنحطوه في المكان اللي غنخلوه فيه باش يصبر. فهي كتقول داك الزيت اللي كنديرو لذاك البيض يعني كنمسحوا الوجه ديالو كامل كيشكل واحد الطبقه عازله، يعني كيحمي داك البيض وكيخليه يصبر عندنا اطول مده ممكنه. اذا الا خدينا البيض بكميات اللي كتكون كثيره وبغيناه يصبر، كناخذوا الورق النشاف كنديروا فيه قطرات ولا كنفزقوه بشويه ديال الزيت الروميه زيت المائده وكنمسحوا كل بيضه بوحديتها باش كندير واحد الطبقه عازله اللي كتحميه وكتخليه لا البروده ولا الحراره كتاثر فيه نهائيا. كتقول هذه طريقه مجربه كنتمنى الناس يديروها وغاديين يشوفوا هما بنفسهم. نمشيو لاخر اقتراح من عند سهام اليوم، كتقول بالنسبه للناس اللي كيتشكاو بزاف من الرائحه ديال الغموليه اللي كتكون عندنا في البلاكار، سواء بلاكار ديال بيت النعاس، بلاكار ديال الكوزينه، البلاكارات كذلك ديال الصبابط او اللي كنديروا فيهم الاحذيه كلها سواء الاحذيه الرياضيه ولا الاحذيه ديالنا العاديه ديال كل نهار، فهي كتنصحنا باش ناخذوا الملح الغليظه مع واحد الكاس اللي كنديروا فيه الورق ديال النعناع والقشور ديال الحامض وكنخليو. فهي عطاتنا زوج ديال الاقتراحات، اما كنديروهم على شكل صريرات وكموسات صغار وكنعلقوهم في البلاكار، يعني ديك الملحه الغليظه مع الوريقات ديال النعناع مع القشور ديال الحامض اللي كنكونوا حكيناهم، يعني قشور ديال الحامض محكوكين كنخليوهم معلقين في البلاكار باش كيطلقوا ديك الرائحه وكيمتصوا الرائحه ديال الغموليه. اولا كناخذوا واحد الكاس من الاحسن ولا زلافه، يعني تكون غير ديال البلاستيك ماشي ديال الزاج، ديال البلاستيك كنديروا فيها كاس ديال الماء طايب وكنرقدوا فيها ديك الملحه الغليظه مع الوريقات ديال النعناع ومع القشور ديال الحامض. فكتقول هذه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يعلقوا دوك الصريرات اولا الكموسات في البلاكار ممكن يديروا هذه الطريقه، بشرط على انه داك الماء يكون ماء طايب، يعني داك البخار مازال فيه. الوقت اللي كنديروا فيه القشور ديال الحامض مع الوريقات ديال النعناع مع ديك الملحه الغليظه فالنتيجه غتكون احسن، لانه داك البخار ديال داك الماء طايب اولا ما مغلي كيساعد باش كيمتص ديك الرائحه ديال الغموليه وكيعطينا الرائحه ديال الوريقات ديال النعناع مع القشور ديال الحامض. وكاينه كذلك طريقه يعني النتيجه اللي كتكون كتبقى مده طويله كيف ما قال سهام، هما دوك الكموسات او الصريرات اللي كنعمروهم بالملح الغليظه بالوراق ديال النعناع وبالقشور ديال الحامض وكنعلقوهم عندنا في البلاكارات اللي فيهم الرائحه ديال الغموليه فما كتبقاش نهائيا. شكرا لك سهام على كل هذه الافكار والاقتراحات، شكرا لك ام صفاء ووفاء، وشكرا لك ام العربي. ما تنساوش على انه بعد لحظات غادي نتواصلوا مع ام اسينات غتفيدنا كذلك اليوم بافكارها واقتراحاتها، فخلي كم أوفياء دائما كيف معوتنا وبقوا معنا على مد غاديو الإذاعة القريبة منكم. على مد غاديو الإذاعة القريبة منكم، حنا مازال مع كل أوفياء بحلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. هذه المرة غادي نمشيو مباشرة عند متوجة الشهر واللي هي أم أسينات من مكناس. أهلا وسهلا بكم أم أسينات. اهلا بك اختي عفاف وبكل السيدات، وكنشكر كل السيدات اللي كيطالبوا هكا بالاقتراحات ديالي، وان شاء الله نكون كنفيدهم يا رب. يا رب ان شاء الله. قل لي ام اسينات اليوم ان شاء الله شنو الافكار والاقتراحات اللي محضرين؟ نبداو باول اقتراح ان شاء الله. ان شاء الله اليوم الاقتراح ديالنا شحال السيدات كيغسلوا الزيت، يعني في ذاك البانيو ولا الحوض كيبقى ديك الرائحه ديال الزفوره ديال الحوت ولا الزيت ديالنا. اييه. كنقترح على السيدة أنها تاخذ عصير الحامض مع بعض مع داك الفل ديال القهوة، واخا توزعو على داك البانيو أو على بابو ديالها 15 دقيقة، وتغسل الحوض ديالها بعدا بالماء والصابون والريحة مكتبقاش ديال الزفورة. واخا تبارك الله عليك. اذا هنا بالنسبه لديك الباسينه ولا البانيو ولا حتى لافابو الا غسلنا فيه اي حاجه اللي كتلقى كيف ما قلتي ديك الزفوره سواء مثلا الدجاج او الحوت، فحنا كنغسلوها بالعصير ديال الحامض مع داك التخت او التفل ديال القهوه على الاقل مده ديال 15 دقيقه ربع ساعه، ومن بعد كنشلو ولا كنعاودو ندوزو بالماء والصابون فديك الرائحه ما كتبقاش نهائيا. شنو هو الاقتراح الثاني ام اسينات؟ فهم المرة عاوتاني كنبقاو هكايا كنستعملو مطيشة نص ديالها أولا نص الحامض وكنسهاو هكايا كنخليو فوق بوطاجي. أييه.
بعد هكا في العشيه ولا شحال كنلقاو دوك الحشرات الطائره الناموس اي في هذه اللحظه هذه الا لقات السيده يعني ديك الحشره ديك الناموس تستعمل غير مثبت الشعر ترسو عليه وغتخلص من هذاك الناموس بسهوله. تبارك الله عليك. اذا هذا اقتراح جديد معك اليوم مع ام اسينات بالنسبه للناموس. وبزاف ديال السيدات كتقول يعني كتقول لك راه الناموس من الحشرات اللي ما كيعرف لا صيف ولا الشتاء دائما كاين حتى في هذا الفصل ديال الشتاء والبرد. بزاف ديال السيدات كتقول لك دائما عندنا الناموس في الكوزينه. فقلتي على انه نستعملوا لالاك داك المثبت ديال الشعر كنرشوا عليه فما كيبقاش الناموس نهائيا. ومعروف لالاك هو واحد رداد يعني كيعطينا واحد الحبيبات ملي كنرشوه هو كيكون على شكل رشاش ولا بخاخ واحد القرعه كبيره متوفره عند يعني المحلات اللي كيكونوا مختصين في بيع المواد ديال الحلاقه والتجميل. فمعروف على انه كتستعملوا السيده ملي هكذا كتكون مثلا في شي مناسبه ولا شي عراضه وكدير شي مشيطه وكتبغيها تبقى ثابته ما تخسرش فكتستعمل هذاك لالاك او المثبت ديال الشعر. فهو نفسه اللي ممكن نستعملوه في الحاله ديال الناموس الا كان عندنا في الدار فما كيبقاش نهائيا. تبارك الله عليك يكون بديل مبيد ديال الحشرات. تبارك الله عليك ام اسينات. اشنو هو الاقتراح الثالث؟ هذا الغمل هو في الريدو ديال الحمام. بزاف ديال السيدات كيعانيو منه وبزاف ديال السيدات استفدوا من هذا الاقتراح. السيدات اللي معنا في الصفحه ولقاو نتيجه واخا وبغيت نشارك مع السيدات اللي كيكونوا كيسمعوا لينا في الراديو. بعض السيدات ما كيكونش عندهم هكا بس فرصه باش يدخلوا للصفحه ديالنا. نعم كياخذوا الماء سخون ايه نعملوا فيه المبيض يعني ماء جافيل ايه مع شويه ديال الصابون غسل الصحن اييه الصابون باش كنغسلوا الماعن اييه وبيكربونات الصوديوم ومسحوق البيكربونات ديال الصوديوم واخا كيترقد الريدو نص ساعه. كنرقدوا داك الريدو ديال الحمام اللي فيه الغموليه المده ديال نص ساعه نص ساعه. والسيده تسد هكا ديك الشيطه ديال الصابون اييه وتحكو مزيان وتسلل الريدو ديالها وتخليه ينشف في الشمس. بغيت نقول لك اختي عفاف علاش كيكون هذاك الغموليه في الريدو. السيده ملي كتغسل الحمام ملي كتغسل الحمام ديالها كتبقى تجمع داك الريدو كيكون ترش بالماء كتبقى تجمعه اييه وهذاك الماء اللي كيبقى نجمع هو اللي كيدير داك الغموليه. فعلا تبارك الله عليك. يعني كل واحد منا معروف هذا الامر ملي كنساليو داك الدوش ديالنا كنحيدوا الريدو كنخليوه مجموع غير في جهه واحده فكيبقى فيه داك الماء كيبقى هكذاك مجموع وما كينشفش الريدو. داك الشيء اللي كيعطينا دوك النقاطي ديال الغمال في الريدو ديال الحمام. تبارك الله عليك. اذا غادي ناخذ بانيو نديرو فيه الماء سخون مع ماء جافيل مع الصابون ولا السائل او المسحوق على حسب باش كنغسلوا الماعن مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم. كنرقدوا داك الريدو ديال الحمام لمده ديال نص ساعه ومن بعد كناخذوا الشيته ديال التصبين يعني الشيته اللي كيستعملوا بزاف ديال السيدات بعض المرات ملي كتبغي تصبن شي تجيني الا كانت فيه شي طبعه ولا فهذيك الشيته هي اللي كنحكوا بها داك الريدو ما كيبقاش الاثار ديال النقاط ديال الغموليه كيف ما كتقول ام اسينات. نمشيو للاقتراح الرابع. شنو هو؟ كيفاش نحافظوا على القرعي الزيت ديالنا ملي نكونوا كنعقموهم باش نعملوا فيهم المخللات ديالنا؟ اييه السيده كتشكى ان تا كتعقم البرطمان ديالها ملي كتخرجها كتلقاها مشقوقه. واخا اذا اما القراعي ديال الزاج العاديين او لا غالبا داك البرطمان كيف ما قلتي هو نعم هما واحد القراعي اللي معروفين من زمان فكنشوفوهم ربما كنلقاوهم عند جدات ديالنا كاين اللي مازال عندهم وحتى دابا كيف ما قلتي راه متوفرين في الاسواق بزاف. فهما كيكونوا كيتسدوا من زوج ديال الجهات غالبا ما كيكون عندهم يعني واحد المكان اللي كيكون شويه حاد بحال الحديده من الفوق كيتسدوا من زوج ديال الجهات وكنديروا فيهم كيف ما قلتي المخللات بحال الحامض مثلا بحال الزيتون. فاليوم ام اسينات غتعطينا طريقه باش نعقموهم ياك باش ما يتشقوناش فاش نكونوا كنعقموهم. واخا اشنو غنديروا؟ كناخذوا القراعي الزاز ديالنا كنعملوهم في طنجره فيها ما كيف العاده. واخا ونحطوا فيهم القراعي ديال الزاز ديالنا. واخا وناخذوا فوطه كبيره او طرف تشوب ونديروه من الفوق ديال القرعه. واخا ونسدو الطنجره ديالنا ونخليوها تعقم من مده 15 دقيقه. من بعد كنخرجوها وكنحطوها فوق فوطه ثاني وحده اخرى هكا مقلوبه اييه هكا كتحافظ لنا ما كت ديك الفوطه ما كتخليش الزاز كاع يتشقق لينا. تبارك الله عليك. ولكن غير عاودي وضح لينا ام اسينات ديك الفوطه فين درتيها بالضبط الوقت اللي كانوا كيتعقموا ماشي الوقت اللي حيدناهم من الكوكوط ولا من الطنجره؟
كتكون في وسط الطنجره، دابا تتحط في وسط الطنجره القرعه ديالها وكتغطيها بديك الفوطه، كتغطي القرعه ديالها بديك الفوطه وكتسد الطنجره وكتخليها كتطقطق. اذا تبارك الله عليك، الوقت اللي كنديروا داك الماء في الطنجره وكنديروا دوك القراعي ممكن زوج ولا ثلاثه ولا حتى اربعه، فكنغطيوهم بالفوطه عاد كنسدوا الطنجره. تبارك الله عليك. والوقت اللي كيف ما قلتي كدوز المده ديال ربع ساعه، يعني هذا هو الوقت اللي كيكون كافي باش كيكونوا تعقموا دوك القراعي، كنحلوها وكنعاودوا نديروهم فوق واحد الفوطه اخرى مقلوبين على الفم ديالهم باش كيتسقطروا مزيان. فهذه طريقه للتعقيم ديالهم، وهكذا نقدروا نديروا فيهم كاع الانواع ديال المخللات. كاين السيدات اللي كيحتاجوا مثلا الحامض، الزيتون كيف ما قلنا، كورنيشون، بزاف ديال الامور اللي كيبغيو يصيبوا السيدات على يديهم في الدار. نمشيو لاقتراح اخر ام اسينات، شنو هو؟ بزاف ديال السيدات كيشريو البصله وكتبقى عندهم بزاف، وكاينين شي سيدات كيبغيوها تكون عندهم بودر، كيمشيو للمحلات التجاريه السوبر ماركت كيلقاوها وكيبغيوها بودر. أيه. اليوم نعطيهم واحد الطريقه كيديروا يحضروا السيدات البصله بودر عندهم في الدار. واخا، شنو هي الطريقه؟ كتاخذ الكميه ديال البصله اللي بغات السيده. البصله كيف ما كانت، حمراء بيضاء كيف ما كانت، كيف ما كانت الاكثريه دابا حاليا كاينه الحمراء. كتاخذها كتنقيها خلاص، كتقصرها كتغسلها. أيه. كتقطعها شرائح. واخا. وكتفركها، كتفركها السيده. واخ. كتعملها في الصينيه ديال الفرن لمده ساعتين. ايه، حتى ساعتين ونص. هاد ساعتين ونص نحسبوها في الفران، والفران شاعل عليها في الفران. وشحال تقريبا الحراره يكون الفران ام اسينات؟ ما يكونش بزاف، تكون درجه الحراره متوسطه، متوسطة. ما تكون طالعه ما تكون. واخا، اذا على حراره اللي هي متوسطه في الفران. واخا، حتى كتشوف السيدة أن كل ساعة تبقى تحركها. أيه. تشوفها هذه البصلة ديالك كتقرمش، أيه، وكتبدا كتشد راسها، كتقبط راسها، كتقصح شوية. كتشرب داك الماء، كتحيد من داك الماء وكتقرمش. واخا. كتطحنها في الخلاط، الخلاط الكهربائي. وكتغربلها بداك الغربال الرقيق. أيه. وكتعملها السيدة في قرعة الزاج، وهي عندها والدة بصلة بودر فوق ما تعمل فيها بصلة بودر، كتلقاها. أيه. عندها موجودة في الدار. تبارك الله عليك. إذا خدينا البصلة كيف ما قلت يا أم أسينات، كنقطعوها على شكل شرائح ومن بعد كنحلوها وكنديروها في واحد الصينية ولا لاطا ديال الفران، كنديروها في الفران على درجة حرارة اللي كتكون متوسطة كيف ما قلتي لمدة على الأقل واحد ساعتين، حتى كنشوفوا على أنه ديك البصلة بحال كنشفوها داك الماء ما كيبقاش فيها وكتبدا كتقبط ولا كتشد في راسها. ديك الساعة كنخرجوها من الفران، كنخليوها كتبرد شوية، كندوزوها في الطحانة ديال الضو بطبيعة الحال، الطحانة الكهربائية، وكندوزوها في الغربال الرقيق. وهكذا ها هي البصله عندنا على شكل مسحوق او لا بودر عندنا في الدار، نقدروا نستعملوها وقت ما بغينا. غير قول لهم اسينات كاين سؤالي، واش ممكن نفس هذه الطريقه نديروها حتى مع الثومه؟ بزاف ديال الناس كيبغيو الثومه كذلك تكون على شكل غبره على شكل مسحوق، واش ممكن نفس الطريقه؟ ممكن نفس الطريقه بحال الثومه بحال البصله، لحقاش الثومه فيها واحد الماء ديالها، فهي يديروها في الفران وندوزوها في الطحانه. تبارك الله عليك. اخر اقتراح ناخذه منك اليوم ام اسينات شنو هو؟ السيدات اللي كيبغيو عاوتاني خميره حبوب في الدار، وكاين شي سيدات يعني كتكون عندهم الخميره وما كيتعملهاش بزاف، كتبقى عندهم غير كتخسر. نعم. اليوم ديك الخميره المعجونه يردوها، ممكن يردوها حبوب. واخا، شنو الطريقه؟ تتاخذ السيده الخميره عجينه معجونه، تفرتها غير بيديها هكا. واخا. وتاخذ لاطا ديال الفران. أيه. وتتعمل عليه الزيف. واخا، كتفرش واحد الزيف في اللاطا ديال الفران. وتتاخذ ديك هذا هذا الخميره ديالها، الخميره المعجونه ديالها، وتتاخذ ذاك الغربال الرقيق. أيه. ديال الزرع. واخا. وكدير فيه الخميره المعجونه ديالها، وكتبقى تحك والخميرة كتنزل فوق داك اللاطة اللي فيها اللي مفرشين فيها واحد الزيف. أيه. وتتخليها تتلبس غير في الظل، ما تديرها لا في الفران لا والو، كتبقى تنشف غير في الظل، غير في الظل، فكتوجد تتولي عندها الخميرة الحبوب في الدار واجدة. واخا، تبارك الله عليك، وكنعرفوا على انها كتصبر، كتبقى عندنا شوية مدة طويلة. تبارك الله عليك ام اسينات، وشكرا لك على كل هذه الافكار والاقتراحات اللي دائما كتفيدينا بها ام اسينات. كنتمناو ان شاء الله على انه التواصل معك يبقى مفتوح يوميا وتفيدينا على شلة بافكارك واقتراحاتك من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هي فرصة كذلك
باش نقول لكل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على انه باب التواصل مفتوح من الان، وارقامنا راه الاشاره دائما هي 0522 46 72 50 51 او 52. وما تنساوش تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمه ماد، خليوا فرق صغير وبعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 5080. يا ام شفاء، ام شفاء السؤال ديالك ان شاء الله غنجاوبوا عليه غدا مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانا، ان شاء الله يعطيك الاقتراحات كلها اللي طلبتيها بخصوص الصالون اللي عندك وحتى بخصوص البيت ديال الجلوس. غير خليك متابعنا ان شاء الله في الحلقه ديال غدا. كنذكر كل الاوفياء على انه الحلقات ديال اليوم والثلاثاء دائما كيكون مرافقني فيهم الخبير والمختص في الديكور سامي دانان باش كيجاوب على كل تساؤلاتكم اللي كتعلق بالديكور. الحلقات ديال يوم الاربعاء كتكون مرافقني فيهم دائما خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي اللي كتجاوب على كل اسئلتكم اللي هي مرتبطه متعلقه بالموضه. وكنتمنى ان شاء الله انه التواصل يبقى معنا كذلك من خلال مجله المراه المغربيه بامتياز موقعنا موقع لالامولاتي بوايما اللي تلقاو فيه كل ما كيفيدكم، كل ما كيفيد كذلك العائله ديالكم الصغيره والكبيره وكل ما كيفيد حياتكم اليوميه. باب التواصل مفتوح معنا من الان، وكنذكر على انه ارقامنا مره اخرى باش ما تنساوهاش 05 22 46 72 50 51 او 52. رقم 5080 هو رقم مفتوح من اجل التواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس. بالنسبه للناس اللي كيقولوا دائما ما كيحلفناش الحظ، يا ما هذه ايام وشهور وحنا كنتواصلوا كنبغوا نتواصلوا معكم ولكن يعني الخط كيكون مشغول وما كيقبضش نهائيا، فكاين رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس. غير في اول رساله او الاس ام اس اللي غادي تبعثوا به كتكتبوا كلمه ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم او الفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. حنا لقاءنا متواصل معكم دائما في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وعلى ماد غاديو الاذاعه القريبه منكم. غنبقاو لحظه مع فاصل ورجعين مباشره من بعده، فخليكم معنا على ماد غاديو الاذاعه القريبه منكم. حنا مازال معكم الاوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، وباب التواصل مفتوح معنا وارقامنا دائما مفتوحه وراه الاشاره. قبل ما غادي ناخذ اول مكالمه معنا، معنا اس ام اس عند مستمعه كتقول شكرا اختي حبيب على البرنامج، انا متبعاكم الوقت اللي كيسمح ليا ولا كتسمح ليا الظروف، انا طالبه وساكنه بوحديتي وبغيت شي وصفات سهله من عندك ولا من عند اختي سناء، عافاكم جاوبوني. انا بغيت شي حاجه اللي تكون سريعه وسهله مهله لانه ما عنديش الوقت فاش نطيب مع القرايه والحفاظه. فانا غنقول لك انك زوري الموقع ديال لالا مولاتي بوايما، فغتلقاي باب سميتو شهيوات، ضغطي عليه غتلقاي شهيوات سهله، فدخلي غتلقاي ان شاء الله كل ما كيفيدك مكونات ومقادير اللي في المتناول وحتى ماديا يعني اقتصاديه، وكذلك ما غتاخذش لك الوقت بزاف. كاين حتى شهيوات الوليدات، هادو شهيوات اللي حتى وليداتنا ممكن يصايبوها ولكن نكونوا حداهم دائما، يعني غتلقاي بزاف ديال الوصفات اللي هي سهله وكتجي لذيذه بزاف. فغير زوري موقع لالا مولاتي بوايما فان شاء الله تلقاي فيه كل ما يفيدك. غادي نمشيو ناخذوا شيماء معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك شيماء. الو، اهلا وسهلا بك شيماء. اهلا اختي عفاف، كي دايره لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك اختي عزيزه عليا، انت بزاف انت واختي سناء. شكرا لك شيماء، مرحبا. عفاك عندي واحد جوج طلبات، واحد لسامي دانان وواحد لخديجه حجوجي. مرحبا. بغيت عندك خديجه حجوجي، عندي واحد تكسيطه كندبتها في عرسي. اييه. وبقى لي الفوقاني دونتيل، راحت عندي تحتاني ديالها بغلطه. اييه. والفوقاني دونتيل بقى ليا كيتلبس هو مشلول وما بغيتش نباع فيه، بغيت ندير ليه شي حاجه في التحت، هو في البلوسيان وفيه شويه ديال الدوغي، في رشيشه ديال الدوغي والبلوسيان المفتوح، وبغيت ليه شي ندير ليه نعاود نستافد منه، ما بغيتش نباع فيه. واخا، وهاد الشبكه اللي عندك ما منبتاش؟ لا نو، ما بنبتاش لا موارد، هي كتلبس محلوله. محلوله وفيها دوك الرشيشات ديال الدوغي وهي بلو سيال. وفيها دوك التقويسات من الجناب، راه الدونتين معروف فيه تقويسات من الجناب. اييه واخا. وعندي سؤال لسامي، عندي بغى نعاود نشتغل الدار ان شاء الله في الصيف. وعندي بيت نعاس فيه البالكو يعني مضوي. ودت لي زرابي، ما طبق زرابي من الاولين. دت زرابي في الكري. اييه. وما عرفتش شنو الصباغه اللي غندير ليه، عندي الصباغه اللي ماليه في الحيط. واخا. وبالنسبه واخا، بالنسبه للناموسيه والبلاكار اللي عندك في الحيط ديال الخشب. ديال الخشب. اللون ديالهم، اللون ديال الخشب. اش من لون؟ عندي دابا البلاكار ديال الحيط باغي نبدل، نعاود نبدل ليه البيبان. بيت نعاس عندي داك الماغون ديال هذوك المحلات التجاريه. واخا، الناموسيه الخشب ديالها في ماغون.
ماغونج فيه شويه ديال لورجونتي نوار مع داخل مع شويه ديال لارجونتي والنوار بحال دوك لي بواني وديك الشيء اييه واخا والبلاكار حتى هو في نفس اللون البلاكار اش من اللون عندك دابا لا البلاكار عندي ماغون عادي دوك عادي عاد بغيت نعاود ندير ليه داك الكوليس واخا شحال عندك فيه من باب البلاكار شحال فيه من باب عندي فيه 4 البيبان يعني بغيت نتوضك عافاك على سامي واش يمكن لي يجيني فيه كوليس واخا نديرو بحال دريسينغ زعما واخا وديري فيه حتى المرايات على برا هذه هي الفكره اللي عندك يكون فيه مرايات على برا باش عندك لاسباس شويه واخا وعندي فيه السده الفوق البلاكار عندي فيه السده الفوق واخا ان شاء الله نجاوبوا على الاسئله ديالك كلها شيماء شكرا لك تواصلتي معنا شكرا لك يا شيماء ناخذ مكالمه بسرعه هذه المره ام امير على الخط اهلا بك ام امير اهلا اختي عفاف لاباس عليكم الحمد لله اهلا وسهلا ربي يخليك اختي عفاف كثير راه عندي واحد جوج طلبات للخبير الديكور وكذا خدي واحد جوج اذا كان ممكن واخا مرحبا غير بسرعه شويه ام امير شنو هو الاقتراح؟ الاقتراح هو بغيت نزيد على هاد ديال السده اللي طلبها السيد انا عندي واحد الطريقه مجربه و100% كان حسين من مراكش قال طب لي ديال الوليدات ديالو تقاسوا لي بالسده سمعتوي عندي واحد الطريقه سهله ديال الحامض والملحه تناخذ تنحكوا عليها نديروا عليها شويه الملحه ونحكوها على ديك الطبعه وهي تكون ناشفه تكون طابليه ناشفه ونشروها في السمس واخا تبارك الله عليك في البلاصه كتحيد عاد تشد فيها الشمس غادي يعاود اذا كناخذوا نص حامضه نعم كناخذوا نص حامضه ونفركوا عليها الملحه ولا كنرشوها بالملحه وكنبداو نحكوها على ديك الطبايع ديال الصده ولكن بشرط الحوايج خصهم يكونوا ناشفين كنحكوا داك الحامض مع الملحه على ديك الطبعه ديال الصده وكنشروها كتنشف في الشمس عاد من بعد كنصبنوها تبارك الله عليك شنو هما الاسئله ديالك ام امير نعم الاسئله ديالك شنو هي عندي لالا سؤال خديجه بغيت ندير واحد لباس المبره وما عنديش فكره على اللون وانا نورمالمون تنبغي الالوان مفتوحه بزاف هاد المره مغلوق وبغيتي شي لون مغلوق بحال مثلا بلو مارين ولا بلو مارين ما عنديش قلت نديرو بغيت نشوف واش ندير اللون في اللون ولا وانتي هاد الجبال الحضور وانتي ام امير اللون ديال البشره ديالك كيف دايره نعم اللون ديال البشره ديالك بيضاء سمراء بيضاء واخا وشنو هو السؤال الثاني بغيت لالا نبدل الصالون ديالي عندي دابا في الدوغي والغون أيه. بغيت ندير شي لون اخر مغلوق حيت عندي البيت مضوي بزاف بغيتو نغير شويه دايره دابا مفتوح بغيت دابا نديرو مغلوق واخا واللون ديال الصباغه اللون ديال الصباغه باقا ما صبغتش انا بداري الله دايره البريماسيون مع باقه جديده واخا بغيت نعرف لون الصباغه يلاه خديتها في الغوج غويال يلا خديتها ما بغيتش نستغنى على الزربيه عاد خديتها بغيت شي طلامات اللي يجوني مع الزربيات والصباغه الا كان ممكن واخا غير قول لي ام امير صالون هذا صالون رومي طابيسخي وي واخا تبارك الله عليك شكرا لك ام امير ان شاء الله نجاوبوا على كل اسئلتك ما تنساوش غدا ان شاء الله موعدنا مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانا اللي غادي يكون مرافقني حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم سعيد عقال رافقتني في الاخراج وسميحه كانت في استقبال مكالماتكم شهيه طيبه الى اللقاء